السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان والأخوات، تتبع قناة تربية المعز، معكم أخوكم عبد الحميد، تحياتي لكم، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا بصحة جيدة إن شاء الله. تشكركم جزيل الشكر على الدعم المتشجع على القناة المتواضعة. تنساوناش الإخوان مشتركين في القناة، دعمونا بلايك، جزاكم الله خيرا. كما كتشوفوا راني جيت هنا وسط الزيتون، تابعوا الفيديو، أتمنى ينال إعجابكم إن شاء الله. بسم الله، اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله الاخوان، وسط الزيتون، وسط شجر الزيتون المعز، كومي كل بوكاجي هنا كما تيقولوا الصبليون، كياكلوا فم عامر، استجابوا من ماكله هنايا هادشي طري ديال، وما تيحبسوش ما تيمشوش مصورين غاديين، شبيله لايك بي بناكي علي بناكي الكلاب تبعوهم، ماشي علاش ما تبغيش نصيفط لهم الكلاب ييرا. اللهم بارك لونا هيك دابا هما الأكثرية تيقلبو على الزيتون كلشي باش يتمشاو، تمشاو بزاف بسرعة. هاك لا الرعي موجود تبارك الله، بقيلة هنا عادل، خبيزة عادل بقيلة، بناكي انت من دار بناكي سمع الاخوان. بغيت نهضر معكم اليوم ان شاء الله، نهضر لكم على واحد الموضوع مهم ومفيد بزاف، لان الناس كيسولوني بزاف على حساب على قبل واش كيولدوا جوج مرات، واش المعز كيولدوا جوج مرات في السنه. هو هذا المعز كيولد جوج مرات، ولكن هنايا في اسبان كيولد عندهم غير مره واحده، لانهم تعتمدوا على الحليب وماشي مزيان، ماشي مزيان المعز يولد جوج مرات في السنه، المعز الحلوب، لانه هو معز حلوب ماشي معز للولاده، ماشي بحال المعز ديال اللحم. بالنسبه للمعز اللحم راه يولد جوج مرات، لانه المعز سيولد على خمسة شهور ممكن يولد. لهذا المعز الحلوب الا كنا يولد عندنا جوج مرات في السنه غادي كيأثر عليه، الولاده كتأثر عليه جوج مرات في السنه، لان ما يمكنش هاد ننتجو وفي نفس الوقت ننتجو الجديان وننتجو الحليب، هذا كيكون عنده واحد التاثير كبير على المعز. المعزه كتدوز لك مثلا 4 سنين كتولي عندها 5 سنين صافي كتكون ما بقات عندها صحه، لان الولاده كتولي عندها المناعه ضعيفه، والحليب كذلك كيولي يجر منها الحليب ويجدي بجوج. لهذا ننصحكم اللي عنده المعز الحلوب ما يولدوش جوج مرات في السنه، يحاول ما امكن غير مره في السنه، وراه ما شاء الله 7 شهور حتى 8 شهور ديال الانتاج ديال الحليب راه احسن من داك الجدي اللي غتعطينا مثلا جدي. حنا غنديرو واحد العمليه حسابيه، داك الجدي بشحال غيتقام عندنا بالعلف ديالو وشحال غنبيعوه. مثلا الحليب هنايا عندنا هنا في اوروبا تيدير تقريبا 8 دراهم، عندنا في البلاد ما عرفتش شحال تيدير، و 8 دراهم نضربو نديرو عمليه حسابيه شحال جايبه في الشهر، ولا نديرو حنا كاع شحال جايبه في ديك 7 شهور، ونشوف هو واش دوك الجديان غيخليو لنا داكشي اللي غيخلينا الحليب. داك الجدي، لان الجدي غادي تكون عندك غير ولده وحده في السنه، والولده الثانيه راه غادي وتا المعزه كتبقى صحه جيده، المعزه كتولد تدوز عندك حتى 10 سنين ما كيكونش عندها. اللي كيأثر على المعز هو الولاده، كتأثر عليهم بزاف، وتا الحليب، الحليب جوج مرات في اليوم حتى هو عنده تأثير على المعز. الا ما كانش المعز
كي لما كانش يعلف لما كناش نوفر له هذيك الاعلاف اللي تعطي البروتينات والدهنيات، راه تجي حلبات في اليوم تاثروا عليها. مثلا بحال حنا عندنا هنا الغابه، عندنا الراعي موجود، عندنا حلبه واحده في اليوم والعلف قليل، لكن كما كتشوفوها نتوما الماعز ما شاء الله راه بدا كيرجع الصحه ديالو، بدا كيعمر ثاني وبدا كيرجع الصحه، بدا كيسمان كيف ما كان قبل الولاده، لان مور الولاده ديما كيبقى ضعيف. ميرا هذا من الافضل ولاده وحده في العام. مازال بالنسبه للحليب اللي بغى يحلب جوج مرات في اليوم غير يتهلا فيهم بالعلف ويحلب جوج مرات في اليوم، ما كاينش مشكل، ما يكونش عنده شي تاثير كثير على المعز، هي الولاده اللي كتاثر عليهم بزاف. لهذا انا كنشوف دابا مثلا عندنا في الدول العربيه الكسيبه كالمعز، المعز كتلقاه مأثر عليه الولاده، هذا المعز الحالو كتلقاه ضعيف ضعيف عظامو تيبانو، لانه علاش كيولد جوج مرات في السنه وكنحلبوه تقريبا حتى يقرب يولد. هذا قبل الولاده بشهرين خصنا المعزه صافي نحبسوا عليها الولاده الحليب، ما نبقاوش نحلبوها قبل الولاده بشهرين. وتا المعز راه تيعيش ملي تيكون ما تيولدش غير مره في السنه، راه حتى 10 سنين كما قلت لكم، 8 سنين 9 سنين وكثر، حتى اكثر من 10 سنوات ممكن تكسبو. الا كانت الولاده راه 4 سنين 5 سنين صافي تولي المعزه تقدر تموت هكا في كتولد، ولا واخا تكون تاكل. نتمنى تستافدوا من هذه المعلومات الاخوان، تحياتي لكم، ما تنساوناش دعمونا باللايك، بارك الله فيكم. نشكر جميع الاخوان والاخوات على الدعم والتشجيع لهذه القناه المتواضعه. ميرا ما شاء الله الاخوان اللي اول مره كيشاهدوا قناه تربيه المعز، كلهم تابعونا ومرحبا بكم، باش يوصلكم الجديد ان شاء الله، ومرحبا بالجميع. شوف هنا الماء تبارك الله بدا يخرج، ما كاين واحد العين الفوق ملي تفاد تجي هاد فصل الشتاء تيخرج الماء هنا تبارك الله. المعز راه مبار عليا مع راسو، والعلف راه ما بقيناش نعطيهم شي علف الاخوان، العلف راه عند نص كيلو ولا كيلو، المهم ما كاينش كيلو ديال العلف، وغير داك الخرطال زريعه والتبن، راه التبن ما بقيتش نعطيهم بزاف داك ديال الخرطال، لانهم تبارك الله تيمشيو شبعانين، وملي تيمشيو تما كاين ديك القاعه تما فين تخويو داك داكشي داك الورق ديال دوك الاغصان ديال شجر الزيتون، تما تياكلو داك الورق ديال الزيتون. والحمد لله راهم مزيان، راهم بصحة جيدة، راهم بداو يرتاحو، بداو يسمعنو، بدات زين فيهم الشوفة. أخوان والأخوات، نتمنى الفيديو يكون نال إعجابكم، منكونش طولت عليكم، متنساوناش دعمونا بلايك، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. الأخوان اللي عاد كيشوفوا قناة تربية المعز، نقول لهم تابعونا ومرحبا بكم، مرحبا بالجميع، تحياتي للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتشوفوا إن شاء الله بإذن الله فيديو جديد.